جماعة الحوثي في اليمن نفذت هجوما جديدا يوم أمس من شأنه أن يلحق أضرارا خطيرة بمضيق هرمز. هذا الأمر أصبح واضحا بعد بيان رسمي صادر من قبل المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، والذي نقلت تفاصيله أيضا وكالة رويترز والأسوشيتد بريس وهيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية. والأمر مرتبط باستهداف الجماعة لسفينة MSC سارة في، التي قالت جماعة الحوثي بأن هذه السفينة هي إسرائيلية. وهذه مسألة ملفتة للانتباه، لأن جماعة الحوثي تعتبر أي سفينة تنتمي أو تابعة لشركة MSC بأنها إسرائيلية. ولكن في حقيقة الأمر، عندما تراجع هذه السفينة وطبيعة التسجيلات وما هو معروف عن هذه السفينة، ستلاحظ أن السفينة تم تأسيسها في عام 1970 من قبل شخص إيطالي، ملياردير إيطالي في إيطاليا، وبأن المقر الرئيسي لهذه السفينة أو لهذه الشركة هي في جنيف في سويسرا وليست في إسرائيل. وكذلك أيضا بأنك إذا بحثت عن طبيعة الشركات البحرية للشحن أو حتى الجوية وغيرها التابعة الموجودة في إسرائيل والمعروفة، لن تراها موجودة بين الشركات الإسرائيلية أبدا من خلال جميع التسجيلات. وستلاحظ مثلا شركة زيم ZIM التي سبق لجماعة الحوثي أن استهدفتها وقالت بأنها إسرائيلية، وهي فعلا إسرائيلية، لكن القصة مختلفة مع شركة MSC التي ليس هنالك شيء يثبت بأنها مرتبطة بإسرائيل بأي شكل من الأشكال على المستوى المباشر. وكذلك في نفس الوقت بأن هذه السفينة التي نتحدث عنها على سبيل المثال اليوم، هي كانت متجهة من بنما إلى الإمارات العربية المتحدة وبشكل خاص إلى أبوظبي، وهذا يوضح بأن هذه الشحنة لم تكن إسرائيلية. كذلك أنها كانت تحمل العلم الليبيري وليس العلم الإسرائيلي. وحتى إذا ما عدنا إلى 3 أشهر الماضية، ستلاحظ أن هذه السفينة لم تذهب بطريقها إلى إسرائيل بأي شكل من الأشكال. لن تجد العلم الإسرائيلي هنا نهائيا، ستجد العلم اليوناني، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال وغيرها من هذه الدول. وبالتالي هي لا تأتي بخط إسرائيل بأي شكل من الأشكال. وهذا الهجوم الخاص بجماعة الحوثي هنا على هذه السفينة ووصفه لهذه السفينة بأنها إسرائيلية، هو يفتح الباب أن هذه الجماعة ممكن أن تستهدف الكثير من السفن تحت إطار بأنها إسرائيلية وتستهدفها في نهاية المطاف. وهيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية كانت قد أشارت إلى موقع الاستهداف بالضبط، وأشارت له هنا بهذه النقطة. ولاحظ إذا ما أخذنا صورة قريبة، فإن عملية الاستهداف جاءت بهذه المنطقة بالقرب من سقطرة كما نلاحظ، أي أنها قادمة من المحيط الهندي. وإذا ما ذهبنا إلى هذه السفينة وحركتها بنفس الوقت أو وقت قريب تقريبا بثواني عما نشرته هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، ستلاحظ فعلا أن هنالك نوع من الخلل فيما جرى بالنسبة لهذه السفينة. دعونا نقترب من هذه النقطة تحديدا بمطابقة الوقت والتاريخ والسفينة والاتجاه، ستلاحظ أن هنالك نوع من الارتباك في حركة السفينة في هذه النقطة. على مستوى السرعة على سبيل المثال، كان هنالك تغيرا، لاحظ كان هنا اللون في المحيط الهندي باللون السماوي، بعدها باللون الأخضر، ولكن بلحظة الاستهداف تحديدا كان اللون قد تحول إلى اللون الأزرق الغامق، والذي قد يشير أن هذه السفينة نوعا ما أسرعت بشكل كبير بعد عملية الاستهداف. ولاحظ هذا هو التغير في اللون الذي وضح فعلا أن هنالك حادثة حقيقية قد حدثت في هذه المنطقة. هذه السفينة كما رأينا الآن وكما تم توثيقه، هي كانت بالقرب من سقطرة قاطمة من المحيط الهندي، والجماعة أساسا تحدثت بشكل واضح أنها استهدفتها بصاروخ باليستي جديد دخل للخدمة للمرة الأولى، وتمكنوا من إصابة هذه السفينة بشكل مباشر كما قالت جماعة الحوثي، وقالوا بأنهم سينشرون لقطات للحظات الأولى لانطلاق هذا الصاروخ. لكن هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية قالت أن الصاروخ قد سقط في المياه بالقرب من هذه السفينة، ولم تكن هنالك أي أضرار بهذه السفينة أو حتى بطاقمها، وهي استمرت بسيرها ومسيرتها باتجاه الإمارات العربية المتحدة. لكن هذا الاستهداف قد يبدو طبيعيا، لأن جماعة الحوثي في السابق سبق وأن قالت بأنها بدأت باستهداف السفن في المحيط الهندي، ولكن لم تحقق الكثير من النجاحات، وهذه هي المرة الأولى. كما
تحدثت الأسوشيتد بريس تحقق فيها جماعة الحوثي استهدافا ناجحا باتجاه هذه المسافة البعيدة، حيث أن الأسوشيتد بريس أشارت إلى أن هذه أبعد مسافة جماعة الحوثي تحقق فيها استهداف عبر استهدافاتها من خليج عدن هنا، والمسافة التي قطعتها تقريبا 1131 كيلومترا، مسافة كبيرة للغاية بكل تأكيد، وكانت خطرة على هذه السفينة. وهذا يشير إلى العديد من الأمور. واعتبرت هذه المصادر الغربية أن هذا تصعيد واضح من قبل جماعة الحوثي، حيث أنهم الآن سيستهدفون أي سفينة، وهم دائما يستهدفون السفن الموجودة في البحر الأحمر، أي سفينة قادمة من البحر الأحمر باتجاه مضيق هرمز على سبيل المثال فإنها تستهدف من قبل جماعة الحوثي، وأيضا أي سفينة قادمة من المحيط الهندي فإنها أيضا ستستهدف بالصواريخ البالستية الجديدة والمتجهة أيضا إلى مضيق هرمز. وهذا في نهاية المطاف يعني بأن حتى الخط البديل أصبح تحت النار بشكل مباشر ومثبت وموثق، وهذا يعني بأن مضيق هرمز تحت النار وأصبح تحت الخطر الآن. وهذا المضيق هو ليس مضيقا عاديا، هو شريان النفط العالمي، 30% من التجارة أو النفط العالمي يمر من هذه المنطقة، من هذه الدول النفطية الموجودة طبعا في الشرق الأوسط، وهو ببساطة سيؤدي إلى رفع ليس فقط أسعار الشحن وإنما أيضا سيؤدي إلى رفع أسعار النفط، ورفع أسعار النفط سيعني خطرا كبيرا على العالم بأكمله وليس فقط على المنطقة، حيث إذا ما راجعنا أسعار البرنت الخام أو خام البرنت للنفط ستلاحظ بأنه في الأشهر الثلاثة الماضية انخفض من هذه النقطة أكثر من 90 دولارا، ستلاحظ بأنه انخفض إلى تقريبا أقل من 80 دولار إلى هذه النقطة، حتى وصلنا إلى 24 من يونيو، أي قبل أيام قليلة كانت الأمور طبيعية متجهة للاستقرار، ولكن مع كل الظروف التي تجري بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني والتصعيد والتصريحات بأن ستكون هنالك حرب وغيرها مما يجري في هذه المنطقة بأكملها من التوترات، ارتفع طبعا سعر النفط حتى وصلنا إلى هذه النقطة اليوم 84.76 دولار لبرميل النفط كما هو واضح، وهذا يوضح أن هنالك ارتفاعا في هذه الأسعار. ولاحظ في يونيو خلال هذا الشهر كان التصعيد كبيرا أيضا من قبل حزب الله اللبناني باتجاه إسرائيل. لاحظ هنا الأرقام من أكتوبر وبدء حزب الله بمهاجمة إسرائيل مع أحداث 7 أكتوبر، كيف هي الهجمات وكيف تطورت، ولاحظ في شهر يونيو حزب الله حقق أعلى نسبة من الهجمات على إسرائيل مقارنة بأي شهر مضى منذ أكتوبر حتى يومنا هذا، وحتى هذه اللحظة لازلنا بشهر يونيو ممكن أن تتصاعد هذه الهجمات بشكل أكبر في ظل تهديدات إسرائيلية واضحة بأنها ستبدأ بعملية كبيرة في جنوب لبنان في أي لحظة في الأسابيع القادمة، الأمر قد يكون واردا في أي لحظة، وهذا يعطي فكرة واضحة بأن جماعة الحوثي وكأنها ترسل رسالة للعالم وتقول ببساطة بأنني سأرفع أسعار النفط حتى أكثر من 90 دولار بنسبة وبرقم، ويجعل هذا الرقم عاليا للغاية أكثر من 100 دولار أو حتى 150 دولار لبرميل النفط في حالة بدأت إسرائيل بالهجوم على حزب الله اللبناني، وبالتالي هي تريد فرض واقع حال جديد على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وهذا قد يكون آخر شيء يريده جو بايدن، مما قد يؤدي كما يراه جماعة الحوثي وأذرع إيران بشكل عام على ما يبدو بأنه سيؤدي إلى ضغط أمريكا على إسرائيل لإيقاف العملية على حزب الله اللبناني، وهذا هو الذي يبدو واضحا من هذه المسألة. ولكن ما هو خطر ويوضح بأن الأمور ستزداد بشكل أكبر هو أن القناة 13 العبرية في 24 ساعة الماضية نشرت مقطعا مصورا توضح أن إسرائيل أعدت مستودعات غذائية احتياطية للمواطنين الإسرائيليين تكفي لمدة 72 ساعة لثلاثة أيام لجميع العوائل الإسرائيلية، كل عائلة مكونة من 4 أفراد بالمواد الغذائية اللازمة ليوم كامل، وهذا سيتم تسليم هذه الطرود الغذائية والمساعدات للعوائل الإسرائيلية التي لن تكون قادرة من الخروج من منازلها عندما يبدأ حزب الله اللبناني باستخدام ترسانته الهائلة من الصواريخ ومن الطائرات المسيرة على العمق الإسرائيلي، في إشارة واضحة أن هنالك أموال قد
أنفقت على هذه المسألة، وبأن إسرائيل تستعد على العديد من المستويات للبدء بهذه العملية. وكذلك أيضا تلاحظ بأن الطائرات المهمة الأمريكية مثل MQ-4C التي ترونها هنا ظهرت اليوم في الفلايت رادار 24، وهي تحلق منذ الصباح الباكر لساعات طويلة باتجاه السواحل اللبنانية، ومن شأنها أن تجمع المعلومات الاستخبارية حول ما يجري في لبنان، وتتشارك الاستخبارات الأمريكية مع الاستخبارات الإسرائيلية حول طبيعة الأهداف التي يريدون تحقيقها من هذه العملية. وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة MQ-4C التي نتحدث عنها بكل تأكيد. كذلك أن بوليتيكو في نفس الوقت أيضا أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسالة لحزب الله غير مباشرة، قالت لهم بأن عليكم ألا تنتظروا منا أن نضغط على إسرائيل كي لا تتقدم إسرائيل أو تهاجمكم في نهاية المطاف، لا بل أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لدعم عسكري مباشر، أن تقدم الدعم العسكري المباشر لإسرائيل في حالة حزب الله اللبناني تمكن من الضغط بشكل عال على إسرائيل. وأيضا أن إسرائيل رادار نقلت بأن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أبلغوا لبنان بأن إسرائيل جادة بالتقدم باتجاه حزب الله اللبناني. ومن جهة أخرى أيضا دير الزور 24 أكدت بأن حزب الله نقل عناصرا من الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا في البوكمال وفي دير الزور 70 عنصرا بحافلتين من سوريا مباشرة إلى لبنان، وبقيادة حاج عسكر المسؤول في الحرس الثوري الإيراني على البوكمال، وقاموا بنقلهم وهم وصلوا إلى لبنان للقتال جنبا إلى جنب مع حزب الله اللبناني. وبالتالي كل مؤشرات الحرب حاضرة، وهذا يفسر لماذا جماعة الحوثي تصعد بهذه الدرجة العالية. وبالتالي نحن نرى هنا جماعة الحوثي تصعد، والأمر سيتصاعد باتجاه مضيق هرمز، بالتالي مضيق هرمز سيكون ببساطة تحت النار، وكذلك مضيق باب المندب هو أساسا تحت النار ومحاصر بشكل هائل. وكذلك نلاحظ أن الفصائل العراقية السورية كما تحدثت دير الزور 24، حزب الله اللبناني، إيران، الكل حاضر بقوة كبيرة للبدء بهذه الحرب. وفي نفس الوقت أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بما هو قادم في الانتخابات الأمريكية القادمة بين دونالد ترامب وجو بايدن، وبالتالي الولايات المتحدة هنا مشغلة بالانتخابات، لا تريد حربا إقليمية، تريد مساندة إسرائيل، في قلق كبير للغاية وانشغال هائل للغاية. وهذا هو بالضبط، وهذه هي بالضبط المسألة التي ناقشها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه تحدث مع الأمريكيين بأن إسرائيل قلقة للغاية من أن الولايات المتحدة تنشغل بالانتخابات مع اقتراب شهر نوفمبر، تنشغل في هذه المعارك والتطورات الإقليمية، وإيران تستغل هذه المسألة لتحقق اختراقا نوويا خطيرا وتصل لقنبلتها النووية الأولى وتفاجئ العالم وتضع الجميع في الزاوية وتحقق ما تريده في النهاية. وبالتالي هنا لن يكون هنالك الكثير من المجال للتحرك، لأننا قد نكون أمام إدارة أمريكية جديدة وظروف جديدة أو منتصف الانتخابات، والجميع يركز على الولايات المتحدة، إيران تقفز إلى هذه المرحلة.